وللمزيد حول الشأن السوري انضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير العسكري السوري العميد عبد الهادي الساري. مرحبا بك معنا. النظام يقصف مناطق في ريفي إدلب واللاذقية بعد انسحاب المعارضة من خان شيخون، بماذا تفسر هذا القصف عسكريا وماذا سيبنى عليه؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم. في الواقع يعني الهستيرية التي يقوم بها النظام والمحتل الروسي في قصف المناطق سواء في إدلب أو في ريف لاذقية أو في ريف إدلب، يعني هذا يدل على أن النظام لا يريد فقط احتلال منطقة ما أو الوصول إلى اتفاق مع الضامن التركي أو يعني حسب التفاهمات التي حصلت في سوتشي أو في أستانا. كل هذا لا يهم النظام ولا يهم روسيا. المهم أن يسيطر النظام على كامل إدلب وكامل ريف اللاذقية، وبالتالي نلاحظ أن هناك الآن ونحن نتكلم هناك هجوم باتجاه الكبينة، يعني هناك محاور متحركة ما زالت الآن بعد السيطرة على خان شيخون، هناك محاور متحركة وهناك قتال شديد يحصل الآن ودائر بين المقاتلين الثوار وبين النظام، وهناك قصف روسي مستمر. يعني بعد أن سيطر النظام على خان شيخون تم إخراج أكثر من مشفى في إدلب، هذا يدل على أن النظام الروسي لا يريد فقط أو التقيد بما تم الوصول إليه بينه وبين الضامن التركي، إلا أنه يصل أو يريد الوصول إلى الحسم العسكري التام تماما، وهو لا يقتنع أبدا بما يحصل في السياسة أنه يقتنع فقط بالحسم العسكري. نعم، ما الإجراءات العسكرية برأيك التي يجب على المعارضة اتخاذها في مقابل تحركات النظام وحلفائه؟ لو كانت المعارضة يا سيدي يعني مكتملة الصفات، وأقصد هنا الصفات الدورية الحقيقية، ولو أن لم يتدخل بعض العناصر الغير سورية وإدخال ديولوجيا غير الديولوجيا السورية وغير الديولوجيا الثورية التي ينتمي لها الشعب السوري لكان الوضع يختلف تماما. لكن نحن أمام إيديولوجيات مختلفة في الثورة السورية، منهم مثلا جبهة تحرير الشام أو ما يسمى جبهة النصرة، هؤلاء يعني وأنا أتحفظ تماما على الدور الذي يقومون به والذي والصراع الحاصل الآن وما قامت به هذه الفئة من ما يسمون نفسهم بجبهة النصرة وهي تحرير الشام. يعني برأيك من الناحية العسكرية كيف سوف يتم الرد من قبل المعارضة على هذا التقدم من قبل النظام السوري؟ طبعا المعارضة السورية هي أمام أمرين، إما الموت وأما الدخول في سجون النظام ومعتقلاته أو النفي خارج البلاد، هذا يعني لا يوجد يعني حلول أخرى أمامهم، لذلك عليهم القتال حتى آخر قطرة من دمائهم، لأن 4 مليون سوري متواجدين في إدلب هم محكومون بالإعدام وهم المناهضون للنظام السوري حصرا، لأنهم أدخلوا أو أجبروا على الهجرة والتغيير الديموغرافي من مناطقهم إلى إدلب. وإذا هؤلاء هم معارضون يعني حقيقيون لهذا النظام، وبالتالي هم يعني سيقتلون أو هم محكومون بالإعدام حصرا، وعلى الثوار وعلى المدافعين عن الأرض هناك عليهم أن يدافعوا حتى آخر قطرة من دمائهم. عسكريا التفوق الروسي والتفوق النظام هو واضح، ولا يمكن أن يتم ميزان قوى بين الثورة أو الثوار وبين الطرف الآخر، ونحن نلاحظ أين النظام الروسي عذر على المقاطعة. يعني أنباء عن مفاوضات روسية تركية لحسم مصير خان شيخون وريف حماة الشمالي، ماذا تتوقع من هذه المفاوضات؟ يعني رغم أنني يعني غير متفائل جدا بموضوع التفاهم السياسي أو الصفقات السياسية التي تكون عبر الضامن التركي والمعتدي الروسي، روسيا لا تحترم مواثيقها ولا تحترم يعني توقيعاتها، ولا وحتى الرئيس الروسي تماما هو لا يحترم ذلك، ولا نعول على توقيعاته ولا على اتفاقياته مع الضامن التركي، علما ان الضامن التركي وقع في فخ اكثر من مره، فخ الروسي
يعني هو عول النظام الروسي عندما ترك المنطقه لمده عام كامل كمنطقه خفض التصعيد لمده عام، وكان يعول على ان يكون هناك اقتتال بين تركيا وبين جبهه النصره، الا ان لم يحصل ذلك، ايضا عول على اقتتال بين جبهه النصره والثوار او الجيش الحر المتواجد هناك، ولم يحصل. ونلاحظه الان ومنذ 27/4 هذا العام قام بهذه الحمله العسكريه الشرسه واستخدم كل انواع القتل، منها الفسفور الابيض ومنها الصواريخ الارتجاجيه الحديثه التي بدا يقصفها او ينفذ ضربات فيها في الاسبوع الاخير من هذا من هذه الحرب. الخبير العسكري السوري العميد عبد الهادي الساري كان معنا من عمان، شكرا لك.